لهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. هناك من يمشي على وجه البسيطة، يأكل، يشرب، يتحرك، يتنفس، ولكنه ميت بلا فائدة ترتجى. وهناك من هو تحت الثرى وعطاؤه يتدفق كالسيل العارم وينهمر بغزارة كأفواه القرب. هؤلاء هم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ومنهم مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي حول الفكر الداجن إلى فكر ناهض. إنه الحسين الذي أولج الشهامة في صدور الأبرار وأيقظ الهمة في قلوب المهاجرين والأنصار. فطوبى لمن سار على دربه وتمسك بمنهجه. أحبتي، في لقاء جمع جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا في وقتها مع نائب رئيس الوزراء العراقي في حينها طارق عزيز، تمخض عن اللقاء جملة من التهديدات أطلقها بيكر باتجاه عزيز. من جملة ما هدد به قال له: إذا لم تنسحبوا من الكويت وتذعنوا لشرائطنا وشروطنا فإننا سنعيدكم إلى عصر ما قبل الصناعة. وفعلا سارعت القوات الأمريكية والقوات المتجحفلة معها إلى هدم البنى التحتية والفوقية في هذا البلد، وصولا إلى تدمير المنظومة الكهربائية. الكهرباء عصب الحياة، عادوا بنا إلى الحياة البدائية. الكهرباء شريان التنفس، قمنا ندور فانوس ولالة وشمعة. بدون الكهرباء ماكو حركة، ماكو تنمية. بدون الكهرباء التطور يتحول إلى تدهور، والخصوبة تتحول إلى تصحر، والنور يتحول إلى ظلام. أسوق هذه المقدمة لكي أعرج على قضية في غاية الاهتمام. عندما أراد يزيد ابن أمية ابن معاوية أن يعود بالأمة الإسلامية إلى العصر الجاهلي التجهيلي، ماذا فعل؟ سارع إلى ضرب المنظومة الكهربائية. راح واحد يسألني يقول: في زمن الإمام الحسين أكو كهرباء؟ أقول له: نعم، هناك محطة توليد عملاقة. راح يقول لي: على أي وقود تعمل؟ على الغاز، على البنزين؟ أقول له: إنها مزودة بوقود إلهي. راح يقول لي: أفصح عن ذلك؟ أقول له: سارع يزيد إلى كسر مصباح الهدى وسفينة النجاة. من هو مصباح الهدى؟ من هو سفينة النجاة؟ أرادوا أن يطفئوا نور الله المتجسد بشخصية الإمام الحسين، ويأبى الله إلا أن يتم ذلك النور ولو كره الكارهون. ما دام عرش الله مرتفع الذرى، علم الحسين على الأنام رفيع كل ظلام الكون، لا يستطيع بتاتا أن يخفي شمعة الإمام الحسين. يا نور العقيدة بعين المتيهين، ويا صحو الضمير الهزهز الذاتي، ويا بحر الفضل كل يوم جاي يزود، ويا طيب وتجاوز عدد شعراتي، يا مهذب العقل ومؤدب التفكير، يا سيف الوقف قدام شهواتي، يا حصن الحصين ويا أساس الدين، يا لتحضر شفيع بيوم سوآتي، أريد أبكي عليك وما لقيت دموع، خلصا على العراق اليوم دمعاتي. يا مهذب العقل ومؤدب التفكير، يا سيف الوقف قدام شهواتي، ويا حصن الحصين ويا أساس الدين، يا لتحضر شفيع بيوم سوآتي، أريد أبكي عليك وما لقيت دموع، خلصا على العراق اليوم دمعاتي. عراق من الفرح محروم يا مولاي، أقالب بالمصيبة وجور مأساتي، وما أملك صبر والقاع قام الضيج، ضيم المر علي يفوق طاقاتي، التمسك وجيتك وادري بيك الجود، مو بس العدل لا تلتمسك امواتي، لان انت الحسين وجدك المعروف، ابو القاسم نبينا الرفع حاماتي، وابوك المرتضى الكرار داح الباب، وامك فاطمه الزهراء مولاتي. انه الحسين، معذرة ما أقدر أيها. يا نور العقيدة بعين المتيهين، ويا صحو الضمير الهزهز الذاتي، ويا بحر الفضل كل يوم جاي يزود، ويا طيب وتجاوز عدد شعراتي، يا مهذب العقل
ومؤدب التفكير، يا سيف الوقف قدام شهواتي، ويا حصن الحصين، ويا أساس الدين، يلتحضر شفيع بيوم سوآتي، أريد أبكي عليك وما لي دموع، خلصاً على العراق اليوم دمعاتي، عراق من الفرح محروم يا مولاي، أقالب بالمصيبة وجور مأساتي، وما أملك صبر، والقاع قام الضيج، ضيم المر علي يفوق طاقاتي، ألتمسك وجيتك وادري بيك الجود، مو بس العدل لا، تلتمسك امواتي، لان انت الحسين وجدك المعروف، ابو القاسم نبينا الرفع حاماتي، وابوك المرتضى الكرار داح الباب، وامك فاطمه الزهراء مولاتي. الحسين رحمه مهدات ونعمه مزداد، الحسين لجميع الطوائف، الحسين ليس حكرا على طائفه، قالوا هؤلاء لا نستطيع ان نتغلب عليهم، لماذا؟ ما دام هناك قرآن يتلى وبيت يقصد مكة وحسين يذكر، ونسي هؤلاء أن الحسين لا يمر على شفاهنا ككلمة، الحسين في قلوبنا، الحسين في ضمائرنا، الحسين في دمائنا، الضمائر التي لا تتحفز في الحسين ضمائر ميتة، والدماء التي لا تتحرك الحسين دماء صفراء فاسدة، ودماؤنا حمراء عجنت بحب مولانا الإمام الحسين، قلناها ونقولها ونكرر قولها، نقولها كما قالها برير وزهير وحبيب، وأدخل السرور على قلب رسول الله، على قلب مولانا أمير المؤمنين، على قلب الزهراء، على قلب الحسن وبقية الأئمة، وصولا إلى بقية الله في أرضه، مولانا الإمام القائم، ماذا قالوا؟ قالوا قالوا لبيك يا حسين. بهذا النداء انتصر الدم على السيف، وبهذا النداء سينتصر العراق، ويندحر الإرهاب، وينكسر الدواعش. أشعر بالفخر من أهتف بلبيك، وحس آن الإمام القائم بصفي، وقلت لبيك من داعش دخل الدار، شالتني العزيمة وجيت متحفي، آن رباط حيدر ما لبس تلثام، وما لاقي عدو بوجه متخفي، متحزم وجيت ببيرغ العباس، واسم زينب رتبتك تشادها بشتفي. عندما نسمع باسم ثورة يتبادر إلى أذهاننا لأول وهلة، هناك سيوف، هناك رماح، هناك نبال، هناك سلاح، ولكن هناك ثورة من طراز مختلف، فجرتها وأججتها بطلة كربلاء زينب الحوراء، إنها ثورة الكلمة، إنها ثورة الخطاب، إذن لا تقول زينب مرة تظلم ضميرك ترى، هيك شجاعة وفكر بين الزلم نادرة، خطبة خطب زلزلة، ومن تحكي مجرجرة أتمنى طف كربلة، موجودة بكاميرا وشوف بتحيدرة، وشنه العليها جرى ساعتها تلقى الفرق بين الرجل. وأسألكم بحق علي، السمون زينب مرة؟ أكتفي بهذا القدر من القول، شاكرا لكم كرم الإصغاء، أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم تطويلا مملا، ولم أقصر تقصيرا مخلا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.